إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، إلهُ الأولين والآخرين، وقيُّومُ السماوات والأرضين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، إذا أطيع سبحانه شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، يتحبب إلى عباده بالنعم، وهو غني عنهم، ويستبطئ إقبالهم، فالخير كله بين يديه، ثم هم يتبغضون له بالمعاصي وهم الفقراء إليه، فأفحش الفحش وأقبح القبح تخلف القلوب عن محبته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، وحجته على عباده، فهو رحمته المهداة إلى العالمين، ونعمته التي أتم بها الأخلاق إلى يوم الدين. كان ينهى عن الفحش والتفحش، أقبل يوماً على بعض الصحابة فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باعد الله بيننا وبين البدع والضلالات، وأجارنا من النار. عباد الله، إن الله سبحانه أخبر أنه فطر عباده على الحنيفية، وأن الشياطين اجتالتهم عنها، فطرهم على الإقرار بخالقهم، ومحبة ولي نعمتهم، وعبادته وتوحيده، لكن الشياطين ما تركتهم على فطرتهم، فحرمت عليهم الحلال، وأمرتهم بالشرك، وزينت لهم الكفر والفسوق والعصيان. من كان من أهل الشقاوة من الآدميين سلطت عليه الشياطين، فأخرجته من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر والحيرة. ومن كان من أهل السعادة قيض الله له الأسباب، ما يبقيه على الفطرة، ويخرجه من الظلمات إلى النور، فيستديم الكرامة والشكر، ويعرف فضل البقاء في النعمة، ويأخذ العبرة من أبيه الذي بدأت الخليقة به. قال الله جل جلاله: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
يحذر الله الآدميين أن يتبعوا الشيطان وقبيله، ويذكرهم عداوته القديمة لأبيهم آدم عليه السلام، حتى لا يوالونه في شيء، كما قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد بين الله قوة الشيطان، نعوذ بالله من شره وبطشه، فقال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصمه الله. إن عدواً يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصمه الله. أنى لنا بعدو يرانا ولا نراه، له من القبيل والنصير ما لا يعلمه إلا الله. لكن الله سبحانه بشرنا أن تسليطه إنما هو على الذين لا يؤمنون. قال الله سبحانه: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هو مسلط على أوليائه من أهل الغواية والضلالة، لأنهم لا يجددون إيمانهم، ولأن بينهم وبين الشياطين تناسبًا في الطباع يوجب الاتباع، ومن ذلك التناسب التعلق بالفاحشة وإرادة إشاعتها في الأرض. أما أهل الصدق والإيمان فهم أولياء الله، يمنعهم وليهم سبحانه من فتنة الشياطين وإضلالهم. ومن وقع منهم قليلاً في بعض حبالهم فإنه لا يتركه إليهم، بل يخلصه بلطفه ويفتح له ما يتوب إليه به، لأنهم يؤمنون بالله ويوقِّرونه ويعظِّمونه ويحبُّونه ويخشَونه. إن حالنا أيها الإخوة الكرام مع الشياطين كحال قومٍ سلكوا طريقًا وعلى جنبتي الطريق أعداءٌ يتربَّصون بمن يتخلَّف أو يزِلُّ إلى حافة الطريق، فمن سلك سواء السبيل نجا، ومن شد أصره العدو، ومن دنا من الحافة لشهوة أو شبهة قارب العدو، ومن قاربه استغواه، فكلما دنا منه تمكن من أسره. أعداء يتربصون بنا لا نراهم ويروننا، ولهم أولياء من بني جلدتنا يجتهدون لتمكينهم منا بما يشيعون من الفواحش، التي يبارزون بها ربنا بالعداء والإغضاب. لكننا بعون الله عليهم أقوى، فإن سلطانهم وقوتهم إنما هي على الذين لا يؤمنون، لأن الإيمان وازع المؤمنين عن فعل الفاحشة، وهو بذلك عاصم لهم من غواية الشيطان ومكره. قال الله سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إلا عبادي أضافهم إليه للتشريف لما يعلم في قلوبهم من الإيمان والقيام بالتكاليف. أما أتباع الشيطان وإخوانه فإنهم مضافون إلى متبوعهم في الغواية لأنهم يسعون بالفساد
ويشيعون الفواحش في العباد صار له سلطان عليهم، لأنهم انقادوا له واستجابوا لوساوسه ونزغاته، فكانوا من حزبه يقومون ببعض دوره. نسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا ويعيذكم من شياطين الإنس والجن أجمعين، إنه هو الحافظ الرؤوف الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريَّته، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الإنسان قد يكون شيطانًا إن الإنسان قد يكون شيطانًا إذا فكَّر ودبَّر وتصرَّف تصرُّف الشياطين. وقد أشار القرآن إلى أمثال هؤلاء بأنهم كانوا إخوان الشياطين، لأنهم جمعوا صفاتٍ يحبُّها الشيطان، فمن صفاتهم التبذير، ومن صفاتهم أيضًا إشاعة الفاحشة في المؤمنين. ولذلك توعدهم الله بعذابٍ أليم. قال الله جل جلاله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم، لهم عذاب، وعذابهم أشد، لأنهم لم يكتفوا بمعصية الله بل زادوا عليها تغرير غيرهم وتزيين الفاحشة لهم، إسهاماً منهم ومشاركة للشيطان في إغوائه لأهل الإيمان. يحبون أن تشيع الفاحشة، التعبير بالحب إشارة إلى أنه لا يرتكب هذا إلا محب له، ولا يحب الفاحشة إلا بعيد عن الاستقامة. والعبد يحمد ويذم على إرادته، يحمد مريد الخير وإن لم يفعله، ويذم مريد الشر وإن لم يفعله. يحبون أن تشيع الفاحشة، أي أن تنتشر بالقول والفعل حتى يألفها الناس ولا ينكرونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفًا والمعروف منكرًا؟ حذَّر صلى الله عليه وسلم من زمان يعيش ويشيع فيه المنكر حتى تنقلب فيه الموازين والقيم رأسًا على عقب بكثرة ما ينتشر فيه. والفاحشة هي الفعلة الكبيرة القبح، فالفواحش ما يشتد قبحه من الذنوب، فإذا صار يفعل على مرأى ومسمع من عامة الناس فقد شاع. وقد سمي الزنا بالفاحشة في القرآن، كما في قول الله تعالى: إلا أن ياتين بفاحشة مبينة، وفي قوله: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه كان يرى النكال، كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة. وفي الأثر: من سمع بفاحشة فأفشاها
فهو كالذي أبداها لما في إفشائها من الإذاعة والتمكين لها، ولذلك كان عذاب الساعين في إشاعة الفاحشة شديدا لا يمهلهم الله، بل يعجل لهم عذابين، أحدهما دنيوي والآخر أخروي، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بأنواع ما ينتقم الله به منهم ويغضب لمحارمه من الأمراض، من الأمراض أو الحوادث أو الكوارث أو ما يشاء، ولعذاب الآخرة أكبر وأشد وأخزى وأوكد. نسأل الله اللطف والسلامة، لكن الله سبحانه لا يعجل العذاب لمحبي إشاعة الفاحشة رأفة بهم ومعالجة لهم بطريق التوبة ورحمة بمن معهم من ضعاف الإيمان، فإن له جل جلاله له القدرة التامة على إنزال العذاب وإحلال الهلاك، لكن رحمته سبقت غضبه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هو سبحانه رؤوف، ومن رحمته أن أنزل من كلامه ما يبين الحلال والحرام ويميز الطيب والخبيث، ومن رحمته أن أرسل رسوله ليزجر عن المنكر وليشيع العلم والبر والنور ويمحو الظلمة والجهل والزور. الرأفة من الله ألطاف رحمته، هي ألطاف رحمته حتى تبلغ صاحبها ما ينال به عفو ربه، ورأفة الله ما أحكمه من هدي شريعته وزينه في قلوب من يشاء من أهل ملته حتى يسهل انقيادهم ويقوى استعدادهم لطاعته. ومن غوي منهم بتزيين محبي إشاعة الفاحشة وانجر إلى موبقاتها فقد يرأف الله به ويتلطف ويتوب عليه ليتوب إليه، ويندم ويتحسر على ما شارك وأسهم في منتديات الفاحشة ومولداتها ومهيجاتها. لولا رأفة الله بنا لانجررنا وقبعنا في حبائل دعاة الرذيلة ومزين الفاحشة، ولبقينا في ظلمات الجهل نعمة. فالسعيد منا من إذا ذكر تذكر وعرف فلزم وباعد بينه وبين طريق الفحش، وإن سماه محبوه فنا راقيا أو ذوقا رفيعا، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان ولا عليها من شريعته من برهان، هي أسماء براقة وموازين معوجة لا ينخدع بها من سلم قلبه وعمره بالإيمان. وبما يستمد من ألطاف الرؤوف ورحمات الرحمن، وبما يجاهد به من ترك خطوات الشيطان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هو خطاب لأهل الإيمان أنهم بين مفترق طريقين، وأن عليهم الاختيار بين طريق الرحمن وأنعم به من طريق فيه العفة والسعادة والرحمة والطاعة والعبادة، وبين طريق الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. من يتبع طريق الشيطان ينقلب من هذيان إلى هذيان، تضطرب نفسه وتهتز، فينبعث منه السوء ويكثر منه الشر. أيها الناس، ليس لنا من سبيل للتغلب على وساوس الشياطين وما يزينون به ويشيعونه من الفواحش إلا أن نستعيذ بالله من جميع شرورهم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقال إذا قال ذلك أي العبد حفظ منه سائر اليوم. فالصلاة والمسجد مما يحب الرحمن ويتقوى بهما على الشيطان. ثم إن علينا أن نشيع الفضيلة والطاعة، فناتي الناس من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم، لنزيح عنهم الظلام وغشاوات الآثام، فيبصروا بنور القرآن ويمضوا في صراط الله المستقيم. نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم السداد والرشاد، وأن يعيذنا وإياكم من الضلال والغواية والفحش والتفحش. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، سرها وعلنها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم الطف بأمة محمد، اللهم الطف بأمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم أشع الفضيلة في أمة محمد بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واشمل بعنايتك أمير المؤمنين ملكنا محمدًا السادس. اللهم أره الحق حقًا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلًا ووفقه لاجتنابه. اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم أقر عينه بولي عهده وبسائر أسرته، إنك سميع مجيب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومن له الحق علينا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومرشدا ومعينا. اللهم فرج همومهم، اللهم أذهب كربتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عليهم وانصرهم على جميع من طغى وبغى عليهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. أيها الإخوة المؤمنون، بعض إخوانكم شرعوا في بناء مسجد بالتجزئة العسكرية ببن سرقاو، مسجد طارق بن زياد. أدعوكم إن شاء الله إلى أن تسهموا معهم في إتمام هذه المعلمة التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها لإعلاء صرح الإسلام وإظهار الحق والفضيلة والأخلاق الحميدة والعبادة والطاعة في المسلمين. إنه ولي كل خير وهو الهادي إلى سواء السبيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا تراصوا وانتظموا يرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. الله أكبر.